أنت كيف شايف موقف الاتحاد السعودي؟ بذل المجهود الكافي في هذا الملف ولا لا؟ لا طبعا خطوا خطوة أولى، شكرهم فهد المفرج، بعد كذا ما شفنا أي مبادرة من الاتحاد السعودي. أنا قلت لك كنت أتمنى أن الاتحاد السعودي برضو يصدر بيان، وينكم اليوم من المسرحية اللي صارت في الملعب؟ وينكم منها؟ وين دوركم؟